الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات قناة تربية بيتي للطيور والأرانب. ناس كتير بتسألني عن جدول التحصين، أو بمعنى أصح إزاي بتعمل وقاية للأرانب من الأمراض. إن شاء الله النهاردة هكلمكم عن الموضوع دوت، لكن قبل ما نبدأ متنسوش الصلاة على رسول الله والاشتراك في القناة واللايك والشير، وتابعونا بعد الفاصل. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم من جديد. يعني إيه تحصين؟ التحصين يا جماعة هو، أو ما هو إلا إن أنا بحقن الأرنب نوع معين من اللقاحات. اللقاح ده بيحفز الجهاز المناعي انه بينتج او بيفرز مضادات لمرض ممكن يصيب الارنب مستقبلا. ده التحصين بكل بساطة. التحصين دوت فيه منه نوعين، بكتيري وفيروسي. وفي ناس كمان بتحصن من الجرب بالايفوماك، وانا ضد الموضوع ده جدا، لان يا جماعة الايفوماك للعلاج مش للوقاية. ده كده. طيب بالنسبة لي انا بقى، انا عن نفسي يا جماعة، انا والله يعني مش بحصن، ما عنديش حاجة اسمها تحصين، وكل اللي انا بستخدمه في التحصين شوية اعشاب. طب انت بتعمل ايه عشان تعمل وقاية من الامراض؟ الوقاية من الامراض كلها بتعتمد على جهاز المناعة، وجهاز المناعة بيعتمد على حاجتين اتنين. الاولى زيادة الحركة بتاعت الارنب، دي بتساعده على تقوية جهاز المناعة بتاعته. طبعا بتفرق عن الارنب اللي موجود في مكان ثابت زي اللي هو الاقفاص والكلام ده كله. طبعا الارنب اللي بيتحرك اقصر مناعة من الارنب اللي بيبقى ثابت في مكانه. ده كده حاجة. وطبعا التربية الارضي يعني مميزة في الموضوع ده. الحاجة التانية واللي انا يا جماعة بنادي بيها حتى الناس اللي بتربي في مزارع، يا جماعة ما تعتمدوش اعتماد كلي على العلف. حتى لو العلف في كل حاجة من الأملاح والبروتينات والألياف وكل حاجة، يا جماعة ما تعتمدوش على العلف. ليه بقى؟ الاعتماد على العلف في حد ذاته بيثبت المناعة عند الأرنب، وبتخليه يعني زي ما تقول إيه، عارف أنت الواحد مثلا اللي بيتني ياخد علاج، فعلاج نوع معين من العلاج بيجي فترة جسمه بياخد مضاد، بيبقى مضاد للمرض، يعني ما بيقدرش يقاوم المرض بالعلاج ده. فأنت التنوع في الأكل من اكبر المميزات اللي ممكن تقوي المناعه. طيب هل معنى كده ان انا مثلا ما بيموتش عندي ارانب؟ مين قال لك الكلام ده؟ انا بيموت عندي ارانب، ومفيش حد يقدر يقول الكلام ده. حتى الناس اللي بتحصن نفسها ما تقدرش تقول لك انا ما بيموتش عندي ارانب. مفيش الكلام ده يا جماعه. الارنب ده روح، ومش بايديك اصلا انك تمسكه يعيش او يموت. ده شيء طبيعي. لكن اللي انا عايز اقول لك مثلا عليه، ان بفضل الله وحده انا يمكن 90% او 99% من الارانب اللي ممكن تموت عندي مش بيبقى اسباب مرضيه، بيبقى مثلا اخطاء. يعني ممكن تكون ام عضت ارنب صغير، ذكر اتخانق مع ذكر عوره مات كده. لكن كمرض فيروسي او بكتيري او الكلام ده كله، بفضل الله وحده مفيش الكلام ده. فانا اللي انا بنادي بيه يا جماعة دايما شكله في الاكل. يعني انا مثلا ما تستغناش عن العلف يا عم. الناس اللي بتقول العلف، ما تستغناش عن العلف، لا، بس عامل جنبه حاجات. اكل جنبه، اكل جنبه الجزر، واكل جنبه البطاطا، اكل جنبه قشر الثوم، اكل جنبه قشر السفندي والبرتقال والموز، اكل جنبه البرسيم، اكل جنبه البقدونس، وما تنساش الخل في الميه، وما تنساش فص ثوم كل شهر يا عم مره. كل ما تنوع في الاكل اللي ينفع الارنب ياكله، اكل عيش، كل ما تنوع في الاكل دوت بتلاقي الارنب بيكتسب مناعه من كل الحاجات دي. فبتلاقي الارنب دايما نشيط، تلاقي الارنب دايما مناعته كويسه. ده اللي انا بعتمد عليه في تربيتي في الارنب. لكن برضك يا جماعه عشان يعني اكون واضح معاكم، يعني انا بقول الكلام دوت للناس اللي زي مثلا الناس اللي بتربي 3 4 ارانب، 5 ارانب، 20 ارنب حتى في البيت، تستخدم الكلام ده يعني. لكن الناس اللي في المزارع، طبعا الله يكون في عونهم، ده واحد في مزرعه مثلا عنده مئات الارانب مثلا، فبيبقى خايف عليهم لان ده اكل عيشه. لكن انا بتكلم في الناس مثلا اللي بتربي 3 4 ارانب، 5 ارانب، 10 ارانب. يعني انا في الاصل انا مع اللقاح
او مع التحصين او ضد التحصين، بس انا شايف ان انت ممكن تبعد عن التحصين بالتنوع في الاكل. لما تيجي تنوع في الاكل تلاقي الارنب بقى عنده وقاية من معظم الامراض اللي ممكن تقابله. وفي حاجة كمان، يعني التنوع في حد ذاته بيخليك تلم كل الفيتامينات والألياف والأملاح وتلم كل ما هو محتاجه جسم الأرنب. وخد بالك إن في ناس كتير قوي تيجي تشتكي تقول لك مثلا إن العلف ده مش كويس معايا، واحد تاني يقول لك العلف ده كويس معايا ونفس العلف، فالاختلاف أصلا في حد ذاته على العلف موجود. طب أنا ليه بقى أعمل كده؟ يا عم أكل علف، أكل وجبة علف ووجبة نوع فيها أكل تاني، ما تعتمدش في أكلك كله على علف. أنت ابني ابن الأرنب بتاعك على إيدك. خد بالك يعني أصعب مرحلة للناس اللي بتبدأ تربية الأرانب الجديدة هي أول فترة بتشتري فيها الأرانب. ليه؟ لأنك أنت لما تيجي تشتري أرنب من مزرعة بيبقى الأرنب أصلا واخد على اكل المزارع وعلى التلقيح بتاع المزارع، التحصين بتاع المزارع، واخد على الكلام ده. فانت لما تيجي تبدا معاه واحده واحده وتبدا تدخل له الاكل الجديد وتنوع له في الاكل، بيبدا الانتاج اللي يجي بعد كده افضل مناعه من الارنب اللي انت شاريه اصلا من المزرعه. لان الجنين والاجنه في بطن الارنب بتتكون او بتتغذى على الغذاء اللي انت بتديه الارنب. فانت لما تكون بتدي الارنب اكل مختلف واكل بتنوع في الاكل بتاعه، في الغذاء بتاع الاكل ده كله بيوصل للجنين، ويجي بعد كده لما الجنين يجي يتفطم على الارانب ويجي يرضع من امه في اللبن ده، بيبقى برضك نتيجه من تنوع الاكل اللي بياكله الارنب. فبالتالي بتلاقي الارنب اصلا الفطام اللي طالع عندك طالع بفضل الله مناعته قويه. فانت ليه تخسر الموضوع ده؟ بعدين هو انا ليه اروح اجيب 3 4 ارانب اربيهم كل شهرين 3 اروح اعمل لهم تحصين؟ يعني انا ايه اللي يجبرني على كده؟ ما انا كده هي مش هيدوني زي ما انا عايز يعني، او انا صح انا جايبهم عشان اكل منهم عيش او اكل منهم في البيت عندي، انا مش محتاج بقى ان انا اروح القح ولا احط ادويه والكلام ده كله. وانا بصراحه واحد من الناس ان انا ما بحبش لما اجي ربي ادخل ادويه او لقاحات او اي الكلام ده كله في التربيه عندي. انا بفضل الله هو شويه اعشاب، شويه اختلاف في التنوع في الاكل وخلاص على كده. فبصراحة يا جماعة أنا حاسس إن المشكلة الرئيسية في تربية الأرانب أو الصعوبات اللي الناس بتقابلها في تربية الأرانب هي المغالاة في تربية الأرانب. يعني أروح أجيب أرنبين أروح أصرف عليهم كل شهر ولا بتاع 100 ولا 120 جنيه ولا 150 جنيه، طب وأنا إيه يا عم أنا جايبهم عشان أصرف عليهم ولا أصرف عليا؟ فهي الفكرة إن أنت بتجيب حاجة تحاول بأقل تكلفة تحاول تنتج منها وتاكل منها أو تبيع منها والكلام ده. زي ما قلت برضه يا جماعه انا كلامي ده موجه لناس معينه، الناس اللي بتربي 5 6 ارانب 10 ارانب، ما مش موجه لناس بتوع المزارع زي ما قلت عشان ما حدش يجي يقول مثلا ايه انت مربي ارنبين وجاي تتكلم في الموضوع ده. انا بقول على اللي انا عارفه تمام كده. وانا في واحد صاحب مثلا قال لي مره انا بربي ارانب واللي يموت يموت ويعيش يعيش. فهي سبحان الله يعني ربي الارنب اكله كويس نوع في اكله اهتم بيه وخلاص هتعمل له اكتر من كده. موضوع الامراض ده يا جماعه انا بقول لك اهوت، روح اسال اي واحد بتاع مزرعه اقول له انت بتلقح الارانب بتحصن الارانب؟ يقول لك اه. قول له طب بعد اذنك هو في ارانب عندك بتموت ولا لا؟ بس الموضوع ده يعني مفروغ منه، الارانب بتموت كده بتموت وكده بتموت. هو اه بيعمل اللي عليه بيعمل عليه، بس ده راجل يعني الله يكون في عونه من الارنب عنده بخسارة. فانت يعني ايه اجتهد انك تقوي مناعة الارنب باختلاف الاكل، وان شاء الله هتلاقي الارنب معاك كويس جدا. وان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديو كده بنظام غذائي، وانا مش عايز اسميه نظام لان انا بحب اللي ياكله النهارده ما ياكلوش بكره، يعني او اللي ياكله بكره ما ياكلوش بعد بكره يجي يرجع تاني ياكل. ما بحبش انا بحب الكلام ده، مش عايز اسميه نظام، بس هعرفكم ان شاء الله في فيديو كده انا باكل الارانب ايه وبتعامل معاها ازاي، عشان يعني لو حبيت حضرتك تعمل زي ده شرف ليا طبعا. وطبعا لو اختلفت معاه في الراي فبرضك ده لو الاختلاف في الراي لا بلا تسرع. اتمنى ان اكون وصلت لكم المعلومه، اتمنى يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك والشير وشكرا للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.